السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل 7 مواقع من وجهة نظري للبروجكت مانجمنت، يعني على أساس إن أنت تدي تاسكات للناس اللي معاك في الشغل وتتابع معاهم مين اللي خلص الشغلانة ديت، وحتى ممكن تعملها بينك وبين نفسك. في حاجات كتير مطلوبة منك الأسبوع دوت، فبتبدأ تحطها تاسكات وتبدأ تشوف إيه الحاجات اللي انتهت. والبرامج دي أو المواقع ديت بتقدر إنها تربطها ببعض، وإن أنت تستورد مهام من موقع آخر، وان انت تربطهم بالزوم او مايكروسوفت تيم وهكذا. اول واحد معانا اللي هو كليك اب، والواجهه بتاعته سهله جدا، وده اكتر واحد بعتمد عليه في الشغل بتاعي. بلاقي فيه حاجات كتيره جدا، كذا داشبورد ممتازه، بقدر اشوف المشاريع والشغل بتاعي وايه الحاجات اللي خلصت، وتقدر تعمل تاسك ليست بالحاجات اللي موجوده وهكذا. بعد كده ماندي، ده من الحاجات المهمه فيه جدا، وطبعا كل واحد فيهم فيه عشرات المزايا وتعمل فيه عشرات الفيديوهات، بس سريعا يعني ان انت بتبدا تدي تاسكات للناس اللي معاك، وتقدر تتابع معاهم، وتقدر كل يوم تشوف ايه الحاجات اللي خلصت، وهو يظهر معاه ايه الحاجات اللي مطلوبه منه خلال الاسبوع دوت، ولما يخلص حاجه يقول اوكي، فجيلك نوتيفيكيشن ان الحاجه دي خلصت ولا لسه. وده فعلا كنا شغالين بيه في احد الشركات. فتقدر تدير المشاريع بتاعتك بسهوله، ومجرد تعمل كليك يقول لك ان الحاجه دي مثلا خلاص اتنقلت لي انها خلصت وهكذا، وتقدر تتابع شغل الفريق بتاعك. هو بيعمل انتجريشن مع مواقع كتير جدا بمجرد ضغط الزر، فتلاقي ان هو ربط معاه. بعد كده عندنا رايك، ده برضو من المواقع الممتازة جدا في ادارة المشاريع وادارة فرق العمل، وتقدر تنظم الشغل وتعرف مين اللي موجود معاك في الشغل ومين اللي لسه مخلص الشغل بتاعه، فبسهولة جدا تتابع المشاريع بتاعتك. أسانا برضو من المواقع الممتازة جدا، بيعمل تاسكات بطريقة سهلة جدا، تقدر تعمل سيلكت ان الحاجة دي خلصت، وتقدر تعرف اذا كان خلصها في الميعاد بتاعه ولا لأ، في تايم لاين بالشكل دوت، فتبقى عارف ان الحاجة دي مثلا المفروض تخلص دوت، ودي قدامها مثلا كذا يوم على ما نبدأ فيها. في كذا بورد بتنظم لك الشغل بتاعك. في برضو بيس كام، تقدر تعمل قوائم سهلة جدا زي فكرة اللين مانجمنت، وتقدر تقول ايه الحاجات اللي هعملها، ايه الحاجات اللي بشغال عليها، ايه الحاجات اللي خلصت. في نوشن، ده برضو من الحاجات الكويسة جدا، موجودة على الموبايل وموجودة على الكمبيوتر وموجودة برضو اونلاين وكل حاجة، بحيث ان انت تقدر تتابع المهام بتاعتك. ممكن تعمل كذا ليست معينة، ممكن ليست مثلا بالكتب اللي انت قريتها، او بالكتب اللي انت ناوي تقراها، او بالمهام اللي انت عايز تعملها. وفي ادارة للمشاريع، تريلو دي برضو من الحاجات اللي انا من سنين بنستخدمها، وكل اكتر من جهة شغال فيها بتستخدمه، بحيث ان هي تتابع ايه الحاجات اللي خلصت وايه الحاجات اللي مخلصتش، وبتنظم المشروع بشكل قوي جدا. يعني مثلا في مجال بالمربية، المقالات اللي احنا استلمناها، المقالات اللي تمت مراجعتها، المقالات اللي جاهزة للنشر، في كذا لستة، بحيث ان انت تعرف ايه الشغل بتاعك وصل لحد فين، او ايه الحاجات اللي متعطلة، او ايه الحاجات اللي جاهزة لانها تعمل لها بابلش او تتنشر. دي اهم 7 مواقع من وجهة نظري في ادارة المشاريع.